في إرميا 3 لغاية عدد 12. النهارده هناخد 13 بعد كده. عدد 12 بيقول ايه؟ بيقول لإرميا: اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال. ايه الشمال ده؟ الشمال يعني الشمال، لأن إرميا كان في المملكة الجنوبية لغاية لما تُزبى، ليس لم تُزبى المملكة، فهو قاعد فيها، قاعد في أورشليم ومنطقة أورشليم اللي هي المملكة الجنوبي. المملكة الشمالية، الشمالية راحت على طول، راحت ل المملكة الأشورية، سابوهم خدوهم كلهم. نادي بهذه الكلمات نحو الشمال، إيه المناداة اللي هو القرار اللي خده ربنا؟ عايز أصالح أنا إيه؟ حد ماشي معايا؟ أصالح مين؟ المملكة الشمالية، لأنه المملكة الجنوبية طلعت أوحش منها. طب إزاي تبقى الجنوبية اللي هي يهوذا أوحش منها وأنا طارد دي ومش طارد دي؟ ولسه وقت دي هتطردوا بعد شوية، حوالي 70-80 سنة. فقال له: اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل: ارجعي أيتها العاصية إسرائيل. دي اللي هي المملكة الشمالية، الجنوبية اسمها إيه؟ يهوذا. ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب: لا أوقع غاضب. ده أنت قلت هتبهدلها، ما هو أنا عشان لقيت بقى إيه لما بهدلها يبقى ظلمت ظلمتها، لأن يهوذا خربان أكتر منها وأنا ما بهدلتش يهوذا لسه. إيه عارف إيه اللي بيخطط كل حاجة؟ كده يعني مخه زري، طبعا زري إيه ده ربنا. فعايز صالح، جاب المستند للمصالحة مع إسرائيل، هو اللي خلق المستند. ارجعي أيتها العاصية إسرائيل يقول الرب: لا أوقع غضبي بكم، لأن يعني الروح ما أقدرش أعملها بقى، يبقى يعني قلبي ما يسمحليش. مع أنه هددها، لكن قلبي ما يسمحليش أكمل، لأن وطبيعتي لأني رؤوف يقول الرب، وكمان طبعي لا أحقد، أيوة أحقد وأخرب بتاع، لكن إيه ما أكملش كده. يعني اجي وقت كده اقول خلاص كفايه بقى، كفايه ضرب خلاص، لان لو ضربت تاني يفنى اسرائيل، ما اقدرش، لا استطيع ان افني شعبي اللي اخترته لغايه لما يتم الغرض المعين اللي هو ميلاد المسيح. بس انا عايز منكم حاجه واحده، يعني انا زي ما قلت لكم دلوقتي يا بني اسرائيل، انا رؤوف وما احقدش للابد، رب ما رحمه كثير، بس عايز منك تعرفي حاجة، اعرفي فقط اثمك، قولي انا خاطئة بس خلاص يتشال الموضوع. عشان كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، العشار ارحمني الله ان خاطئ، اتبرر على طول، فهو ده العشار بعدين يعني. فقولي انا خاطئة، اعرفي فقط اثمك انك الى الرب الهك اذنبتي وفرقت طرقك للغرباء. لا كل اسمها يعني مش بيخفف الاسم، لكن كل ده يتشال، بس قولي انا غلط. اعرفي فقط اثمك انك الى الرب الهك اذنبتي وفرقت طرقك للغرباء. يعني ايه؟ يعني ربنا يرحمنا، في واحد اصلا تقدم لبنته واحد تاني، واحد كبير كده اكبر مني في السن، والتاني طبعا اصغر مني في السن، وانا بين الاثنين يعني، وصديق ده وصديق ده برضه. فجه ابو البنت اللي هو الكبير بقى قوي ده، قال: عارف اللي متقدم لبنتي ده مين؟ ده بيعمل ايه؟ فجه لغايه دلوقتي، الكلام ده من 50 سنة. قلت له: نعم. قال لي: ما بيكفوش 2 في اليوم. يعني يزني مع 2 او زياده. هنا بالظبط انا بقول كده، فرقتي طرقك للغرباء، يعني عندك كام غريب وكل واحد على نظامه، الاشوري لنظام والمصري، ان كان مصر هم كانوا في مصر واشوري دول اكبر بلدين اذلوهم، ومصر ليها نظام وده ليه نظام وده نظام، ما تتعد لي بقى. ده قصد الرب، فرقتي طرقك للغرباء تحت كل شجره خضراء. وده اللي حصل وقتها مع يهوذا، واللي حصل مع اسرائيل طبعا، ده هم اشر من يهوذا طول عمرهم يعني. ولصوتي لم تسمعوا، يا ما ناديت ويا ما اتكلمت ما حدش سامع خالص.
ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب. لأن العلاقة اللي بيني وبينكم لازم ترجعوا. إيه العلاقة دي؟ لأني ست عليكم. إيه ست دي؟ جاية في الإنجليزي تزوجتكم. لأن هو السيد يعني هو الرأس. أنا الرأس وأنتم الجسد. عايز أخليكم أنتم الجسد يعني تكريم ليكم. فعايز ألغي الحكم بفنائكم وخرابكم. قولوا لي أنت سيدنا. انت جوزنا، انت راسنا، بس خلاص بطلوا الشر وارتبطوا بيا بهذا الارتباط المقدس. واحد يتجوز ربنا ده. ايوه انا موافق، بس نتجوز بعض. يلا ستوا عليكم فاخذكم، هجمعكم بعد كده بقى، واحد من المدينه واثنين من العشيره، واتي بكم الى صهيون. ده الوقت اللي هو ايه؟ اللي هو الملك الالفي. هاجيبكم صهيون، هختاركم كده واخدكم لصهيون كعروس لي، وهناك هديكم، ده وصف الحكم الالفي بالظبط، واعطيكم رعاة حسب قلبي. هختار لكم رعاة بقى مش زي الفجار اللي بيرعوكوا دول، اللي هم كل واحد نازل لنفسه عايز يهجم على الرعيه وياكل منها وياخد اكبر غنم وياكلها وعايش في يعني في الطمع والجشع الرعاه اللي هم غير صالحين. واعطيكم رعاه حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفه والفهم. ناخد كمان على 16 وبعدين ناخد شويه تاكد لنا الموضوع، لأن عالة 16 احنا خدناها المرة اللي فاتت، خدناها بسرعة يعني، احنا خلصنا لغاية 12 بس. ويكون إذ تكثرون وتثمرون في تلك الأيام، نعم؟ متأسف، إيه غلطت في حاجة ولا إيه؟ في الأرض ويكون إذ تكثرون وتثمرون في الأرض، الأرض اللي هي الأرض الموعد اللي هي أورشليم الحالية، بس وقتها بيتكلم عن ما بعد ذلك بقى، أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. هل في حد منكم قرا في الجرايد يا جماعة بيدوروا على تابوت عهد الرب؟ ليه؟ لأنه هم بيدوروا في الأساسات، هو التابوت في الأساسات؟ لأ، هم بيدوروا على فين الحجارة العظيمة اللي اتبنى بها هيكل سليمان بس. لكن تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال الإنسان يدور عليه، لأنه اتحرق. نبوخذنصر حرق الهيكل كله، مش بس تابوت، فاتحرق مع الهيكل. لكن بيدور على الأساسات، هو فين الهيكل؟ وخصوصا ده المكان اللي بتشير إليه الآيات في الكتاب المقدس اللي هو تحت وربنا خلى عمرو بن العاص ده إيه؟ يغبى جدا، فبنى جامعه، الجامع بتاعه فوق هيكل سليمان، عشان كده هيتهد الجامع. لو بنى بعيد يجري يعني، لا لازم اسود انا على الكلاب والخنازير دول. طب ما تبني في حته تاني، ربنا خلاه غبي كده. ويكون استكثرون وتثمنون في الارض في تلك الايام يقول الرب، انهم لا ياخذون بعده فعلا ولا حد يهودي ذكر ولا في مجلة إسرائيلية ولا في إذاعة إسرائيلية بيدور على التابوت، لأنه كله متيقن إنه مش موجود، ولا يخطر على بال يدور على إيه؟ على حاجة اتحرقت يعني إيه؟ ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. هو عايزين التابوت في إيه؟ عايزينه في إيه؟ التابوت ده كان لوقت معين وخلص الوقت ده، وأعلن ربنا غضبه على الشعب إن التابوت بالهيكل بكل اللي فيه اتحرق، حرقه نبوخذ نصر. ولا يذكرونه، نعم يا حبيبي اتفضل. يا ريت صدقني عندهم حاجة حطوها، هم مش حاطين حاجة، هم حاطين ما أسف أقول يعني حاجات شاذة جدا. يعني سمعت واحد ما عرفش اسمه تاني في مرتين في التلفزيون،
لان انا سمعته فعلا راجل بيتكلم هنا، راجل اسيس ورزوكس كده باين عليه يعني بسيط، بس الظاهر البساطه بتاعته اخفت عنه الحقيقه يعني. وهو بيتكلم كتير، عنده برنامج يعني كل شويه بيقول شوفوا يا جماعه هقول لكم ليه احنا بنلف حوالين المذبح، وليه عدد المرات مش عارف قلت لكم ولا لسه قبل كده، 6 مرات في الاول وست ايام، وبعدين اليوم السابع 7 مرات. نعم قلتها؟ ها؟ لو قلتها خلاص مش عايز اقولها تاني. فاتضح ان في تفسيره هو ان ربنا امر يشوع يمر على أريحة 6 ايام وبعدين السابعة وتتهد أريحة، ما قالش تهد أريحة، هو متصور انها ما تهدتش، ما عرفش عارف ايه عنها. فاحنا بنعمل كده في التابوت بتاعنا. ايه التابوت ده؟ مش المذبح، متقسم المذبح بتاعنا. فبيلف حوالي 6 مرات، دي انا بستغرب بشوف بيلفوا صحيح، لان يعني في واحد بحب اسمع له اللي هو صاحبكم ده وصديقي الحقيقه، جه زارني بعد السجن نفس اليوم بس كنت نازل، اللي هو بشوي بشوي عزيز. فبشوف بيلف يلف، بتلف ليه؟ مش فاهم انا مش فاهم بيلف ليه. ده فسرها، ما افتكرش بشوي بيلف عشان الطريقه دي. فبيلف كده فعلا وبعد يلف العكس، بتلف ليه؟ ما انا ما قلتلوش، هو طبعا في فكري هو ايه اللف ده يعني، اللف ده بتاع الثعلب، الثعلب فات فات مش عارف ولف وعمل، هو ايه ده؟ ليه التف ده؟ ليه اللف؟ ليه اللف بلف عليه؟ هو الراجل ده مش مكتوب كده، ما افتكرش مكتوب كده في التقليد، لكن هو جابها من عنده فكره بقى خطرت على باله فاعتبر انه الهام من الله. فانه الرب قال ليشوع، ويشوع هو يسوع بس الفرق في الاسم، ماشي دي معاك حق فيها، قال له يشوع تعمل كده فاحنا بنعمل كده، بس ما قالش قال لي شو بيعمل كده ليه، ما قالهاش، يمكن ما يعرفهاش. فاحنا بنعمل كده، بنلف حوالين المجد. شوفوا بقى المجد بتاع ربنا، الله يعلم لو كان في ده مباشر كنت هكلمه هقول له طب هم عملوا كده الريحه عشان ايه؟ عشان مدينه ملعونه وبقول هدموا السور. طب انت بتلف حوالين المذبح عشان ملعون المذبح ولا ايه؟ وعايز تهده يعني؟ الغرض مختلف تماما. ف الادراك اليهودي في العهد القديم غطى على كل نعمه المسيح، وبقى بيلقطوا حاجات في العهد القديم عشان ياكد حاجات ومش ليها اثر في العهد الجديد. هيعمل ايه؟ ياخد من العهد القديم، ياخد ويهد نفسه. ربنا يرحمنا خالص خالص، وخلد الناموس فوق والنعمة تحت الرجلين. في ذلك الزمان في الوقت ده اللي هم تابوت العهد لا يخطر على بال محدش يسأل عنه خالص، في ذلك الزمان يسمون أورشليم كرسي الرب. يبقى ده الزمان ده هو ايه؟ هو الملك الألفي، لأن اللي جالس على الكرسي هو الرب، لا يهودي ده الرب الكل. ويجتمع إليها كل الأمم، كل الأمم هتيجي لأورشليم. كل الكلام ده مذكور بالتفصيل، هناخد شوية شوية دلوقتي احنا. إلى اسم الرب، إلى أورشليم، كل الأمم جاي يعتمدوا. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل، هيتحدوا يهوذا وإسرائيل، قبل كده ما اتحدوش خالص من يوم ما انقسمت أيام سليمان لغاية نبوخذ نصر لما حرق البلد كانوا مختلفين، راحوا هما الاثنين في السابي اتفقوا، فهيرجعوا متفقين لأيام زربابل ابن شئلتئيل لإعادة بناء الهيكل. ما كانش فيه لا شمالية ولا جنوبية، كل واحد. عشان كده ربنا يقول لنا حكمته انه يضربهم الضربة الرهيبة عشان يبطلوا انقسامات ويكونوا شعب واحد اسمه شعب الرب، تهيئة للملك الألفي. وأنا قلت
في تلك أيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت آباءهم. إيه إيه آباءهم دي؟ قصدي متأسف، إيه أرض الشمال دي؟ نعم، أرض الشمال اللي هي أيام الألفين سنة دي اللي تاهوا، راحوا أرض الشمال اللي هي أوروبا. أوروبا بعضهم جه أمريكا لما أمريكا بانت يعني. وبعد كده جه عم من هتلر ده الله يذكره في جهنم، إنه لما حرق اليهود الغرب كله أشفق على اليهود وطلع وعد بلفور بإعادة اليهود إلى أرضهم. من وقتها كل شوية بيدعوا من أرض الشمال اليهود اللي عايشين فيها، أنهم مستريحين اليهود هناك في أرض الشمال، اللي خصوصا روسيا، راحوا روسيا كتير قوي يهود، روسيا وبريطانيا وفرنسا راحوا هناك، هم دول اللي أصدروا الوعد، أنه ادوا وعد بلفور في الأمم المتحدة عشان يرجعوا الإسرائيل لأرضهم. فكل ده تم بما فيهم هتلر راس الحية، انه جعل الشفقة على اسرائيل رهيبة، والظلم اللي عمله هتلر بإبادة اليهود يا خلى كل ارض الشمال تشفق على اليهود، فرجعوا غصب عن سكان الارض. لذلك الفلسطينيين دلوقتي مفروسين طبعا، دي ارضنا. ايوه استمرت ارضهم 2000 سنة فعلا، قبل كده ما كانتش ارضهم، كانت ارض داوود، ارض اسرائيل، دي مكتوبة في الكتاب المقدس، دي ملكوكو، وبكل سبت واخد حتة يهوذا واخده، قصدي أورشليم واخدها يهوذا وحتة منها بنيامين، شمعون الحتة الجنوبية، منسة وأفرايم الحتة الشمالية، والحتة دي برضو فيها نصف سبت منسة، كله مقسوم، مقسوم من ربنا، عملها يشوع الاسم دي. لكن 2000 سنة اللي يهود اتشردوا فيها ما قدروش يروحوا يملكوا الحاجات دي خالص خالص، ولا فكروا يروحوا، لأن كان الفلسطينيين هناك مرعبين. في شوية منهم جم مصر، في شوية اسم يهود الفلاشة دول راحوا حبشة، وفجأة اختلف لما جه العمدة الكبير، فاكرينه مين؟ اسمه جمال عبد الناصر، وفاكر بقى انه هجيب الدين من ديله، هو اللي خربها. خربها ازاي؟ هو اللي خرب مصر مش خرب اسرائيل، خرب مصر، فشغله في عبد الحكيم عامر قتله. بس سمعت انه مدفون في المنيا عبد الحكيم عامر، ما اعرفش فين. كانت وقتها مظاهره في مصر رهيبه، ولا يهمك يا ريس، من الامريكان يا ريس، وهو صدق نفسه. سال عبد الحكيم الجيش مستعد؟ قال مستعد يا فندم. يقدر يقول مش مستعد يتعرصوا، ولا كان مستعد ولا حاجة. ودليلها كان عبد الحكيم مع شوية المغنيين والمغنيات في القصور اللي كان يمتلكها، وفجأة من أول لحظة بان، لأنه يعني أول لحظة أنا كنت شوية يعني جريء ومعاين ليها، سمعت بيضربوا مطار ألماظة، رحت هناك لقيت فعلا كل الطيارات محروقة، فرجعنا في الجرايد، لا دي كانت طيارات خشب، طلع هو ده الطيران بتاعنا، حرقوه كل طيارة، قنبلة قنبلة، خلاص انتهى الموضوع. وبعد كده في اليوم الخامس كان الجيش المصري مفيش واحد، جيش الجيش الثاني محبوس، والجيش بيسموها انتصار دلوقتي، بيحتفلوا 10 اكتوبر عشان ايه؟ عشان هدوا السور الرملي اللي كان بين أرض ليسينا وبين مصر، وشوية كلام وما حصلش، إلا في الآخر جه في الجرايد نكتة طريفة من مجلة إسرائيلية، الكونغرس الإسرائيلي مش عارف اسمه إيه، الكنيست الإسرائيلي كله لابس أسود، والقاهرة فيها على الأقل 5 مليون واحد بعد اعتزال عبد الناصر، خليك يا ريس خليك يا ريس خليك يا ريس، ملايين طلعت، وعبارة بسيطة كده
قالوا لو عدت، لو يعني عارفين حاجة مروعة يعني، لو عدت الانتصار وفرحة الهزيمة. فهمتوها؟ اليهود اللي انتصروا لابسين اسود عشان مات من لهم مثلا 10 ولا 20 واحد. لوعة الانتصار، شوفوا الحزينة ازاي، حزن في اسمه الكنيسات الاسرائيلي، وفرحة الهزيمة. عبد الناصر اتكب واتهزم واتخرب بيته، والناس يا ريس يا ريس يا ريس. كانت نكتة رهيبة جدا الحقيقة. ده حصل ايام جمال عبد الناصر. هنا بقى بيتكلم عن الحقيقة الإلهية في الموضوع. الحقيقة الإلهية في الموضوع أن الرب قرر بحسب مواعيد الله اللي هو أعلن عنها لما كان المسيح في أورشليم قبل الصلب، قبليه بأسبوع ولا حاجة، هو داخل أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، قال لها التوكيد ده. وبعدين قال لها آه لو علمت حتى في يومك هذا ما هو لسلامك. وبعدين قال لها إنه ستكون أورشليم مدوسة من الأمم إلى أن يكمل زمن الأمم. إمتى كمل زمن الأمم؟ وقت عبد الناصر طلع بالهيجان بتاعه ده، هتموض ولا يهمك يا ريس ولا يهمك يا ريس. وخابت في كام ساعة الحرب انتهت. والنهاية اعترفوا الجماعة بتوع بلفور عشان الكارثة اللي عملها هتلر ده قبل كده يعني، قالوا خلاص مفيش حل يا جماعة، اللي لازم نملك الناس دي أرضها، وملكوهم أرضها. هتلر كان المسبب الأول وعبد الناصر كان المسبب الثاني. ودخلت أورشليم أرضها اللي مقسومة لها من ربنا من 2000 وكذا سنة، قسمها أيام يشوع. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا وبيت إسرائيل ويأتيان معا من فين؟ من أرض الشمال. ده بيوصف لنا الهجرة الكبيرة اللي خلت الشعب كذا مليون، ابتدوا باتنين مليون دلوقتي ما عرفش كم مليون، 6 ولا 7 مش كتير يعني، إن رجعوا الإسرائيليين اليهود إلى أرضهم اللي هي وأورشليم وما حول أورشليم. الحاجة الثانية اللي بيقولها ربنا جميلة قوي، هو قال أنا إيه؟ أنا زوجك، مش كده ليه؟ لما قال لها أنا أسود عليك سيد عليك، يعني أنا جوزك وأنت مدام بتاعتي. هنا في اسم جديد دخل لعلاقة ربنا بالشعب. إيه الاسم ده؟ على 19، وأنا قلت كيف أضعك بين البنين. شوف أفكار، لا أفكار سلام لإسرائيل، إزاي أخليكي أنت من البنين بعد كل البهدلة اللي أنت عملتيها، كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجدي أمجاد الأمة. إزاي أرفعك أوي أوي أوي، أقولك إزاي؟ تدعينني يا أبي، والمسيح هو اللي علمنا، صلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات. هذه الصلاة مقالة اليهود، حتى الإخوة دلوقتي ما يصلوهاش، لكن إذا كان هم أباء أمال إحنا إيه يعني؟ شوف النزيه بيضحك أهو، بس حاجة غريبة جدا. صلوا أنتم هكذا عن رسل المسيح اللي سلمونا الإنجيل، يجي بعض الناس اللي تسلموا الإنجيل لا 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 دي قالها للأمم. أيوة هو صحيح قالها للأمم فعلا هنا، لكن قالها للكنيسة في إنجيل متى وإنجيل لوقا، لأنه جمع الاثنين مع بعض، الاثنين واحد مش اثنين دلوقتي، لأن الله بيعد العدة للملك الألفي، هنكون مع بعض، والأمجاد السماوية هنكون مع بعض. وأنا قلت كيف أضعك بين البنين، إزاي أعلمك اسمي، تحفظي مين بقى؟ وأعطيك أرضا شهية،
ما انا خربت لك اورشليم، هرجع اعملها شيء تاني. ميراث مجدي امجاد الامم، وقلت قراري بقى تدعينني يا ابي. وخليك يبقى كده على طول بقى، ومن ورائي لا ترجعي. احنا عايشين الايام دي. اتعلمنا نقول ابانا الذي في السماوات. وكتير من اليهود بقوا مسيحيين، اللي بيسموا نفسهم جوز فور كرايست، وبيقولوا ابانا الذي في السماوات، لان المسيح علمها للرسل، والرسل كان يهود وقتها. واحنا بنعلم بنقول نفس الحكايه، لانه يجمع الاثنين واحدا، يجمع ابراهيم ونسله مع المخلص الرب يسوع المسيح الذي هو ابن ابراهيم، هو ابن داود وابن ابراهيم. ده مذكور فين؟ في ارميا. يا للعجب يا ربنا، ده انت فنان قوي يا رب. لما تيجي احنا نقول له ابانا، واحنا بنحسين انه ابانا فعلا، يعني ابانا الذي جميله جدا. انا ما اعرفش ازاي ناس بتطيق ما تقولها، ليه؟ مش فاهم انا، معلش لان هم رايهم كده، لكن انا بتمتع بيها جدا جدا. ابانا ايه ده؟ مش عايز تقول له ابانا ليه؟ ايه العيب فيها؟ رايهم كده، ربنا يباركهم يعني، لكن الحقيقة ملاش أي منطق. أبانا الذي في السماوات. وقلت تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. هناخد حتة صغيرة تاني، وكان احنا يعني كده خلصنا. طب أقول لكم حاجة، ناخد شوية شواهد عشان نخلي الباقي ده كده حته حوالي 6 7 آيات للمره الجايه. في عدد 13 هنراجع دي، تذكر لنا باللي قلناه يعني. عدد 13 بيقول: اعرفي فقط اثمك، انك الى الرب الهك اذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجره خضراء، ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. تثنيه 30:1-2، الشهادة أغلبها من العهد القديم. تثنية 30:1-2. تثنية دي آخر سفر، يعني خامس سفر في الكتاب، لما أسفار موسى الخامسة. تثنية 30. عدد 1:2. ومتى أتت عليك كل هذه الأمور؟ البركة واللعنة، لأنهم قالوا لما تدخل الأرض اكتبوا البركة على جبل جيرزيم واللعنة على جبل عبال. هما في الحقيقة كتبوا اللعنة هنا وهنا، أو كتبوا على جبل جيرزيم بس كتبوا اللعنة، بس اللعنة اللي هي فيها بركة، يعني اللي بيعمل كده كده ملعون، ملعون ما نعمل كذا، يعني خد بالك البركة العكس. ومتى أتت عليك كل هذه الأمور، البركة واللعنة، اللتان جعلتهما قدامك؟ أي حد ربنا يزميل بلد غريبة وبعيدة يبص ناحية أورشليم ويصلي زي ما عمل دانيال يبقى مبارك، ما عملش يبقى ملعون. دي المذكورة في تثنية 30:1-2. هنا بس هناخد عددين بس. العدد الثاني: ورجعت إلى الرب إليك. أنت يا مأسور، يا بعيد، يا محزون على خراب بلدك، أول ما أشوف الخراب ده ارجع لي، صلي لي. فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك الرب إلهك إليهم ورجعت إلى الرب إليك. دي الصلاة اللي استخدمها دانيال، مستنداته هنا في العددين دول، كان بيصلي دايما الصلاة دي، وبعدين رموه في جبل الأسود ربنا نجاه. وسمعت لصوتي، لصوت الرب، حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم، أنك أنت وبنوك، أوصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك يرد الرب إلهك سبك. وده اللي حصل،
دانيال طبعا معاه اكيد حزقيال كان معاصر ليه، واكيد ارميا، هم الثلاثه على الاقل، ما كانش في كذا واحد تاني يخاف الله. نعم يا حبيبي. هو قول 10 20 30 في، لكن يعني مش كتير طبعا. ورجعت الى الرب الهك، زي ما بيقول الشيخ عدلي مش بيصلي كده ويمشي يغلط، لا، ورجعت الى الرب الهك حسب كل ما انا اوصيك به اليوم، انت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك. مهم كل القلب وكل النفس. يحصل ايه؟ يرد الرب الهك سبيك، يرحمك، ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك اليهم الرب الهك. وكله بحسابه، ما فيش حاجه هتضيع ابدا من الحساب، الحساب موجود، وربنا عنده حسابات. ما اعرفش اكبر حساب في العالم كام، تريليون؟ لا، ده عنده 300 مليون تريليون ممكن على شخص واحد. حسابات يعني صعبة عند ربنا، لأنه اللي لا يتوب ما هيقعد كله على دماغه يعني. نفس الواحد واثنين دي اللي قلنا عليها، اللي هي إرميا ثلاثة. نعم حبيبي. تثنية 30:1-2، حزقيال 16:15 آخر أمر. حزقيال 16:15 هنا شيء مريع الحقيقة. فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. ايه الحكاية دي؟ الحكاية لما الشعب كان ماشي مع ربنا في البرية، فاللي حصل يقول كده الرب: فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك بالتوخس وأزرتك بالكتان، اللي هي كل يعني الكرامة البشرية دي ذلك، وحليتك بالحلي وضعت إسوارا في يدك وطوقا في عنقك ووضعت خزاما في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. تحليتي أنت ولبستي المطرز وأكلتي السميز والعسل وجملتي جدا فصلحتي للمملكة. فاتكلتي على جمالك بدل ما تشكر ربنا على الدهولك، اتكلتي على جمالك. وإيه لازمة الجمال إن ما كانش فيه زنا؟ يبقى نروح نزني مع الناس، نروح للآلهة الوثنية تحت الشجرة وأسلم نفسي للزنا اتكالا على جمالي، إن ما فيش زيي في الجمال. يبقى الزنا معايا يعني ملذ جدا. وده عبارة عن الإنسان اللي بياخد عطايا الله ويستخدمها للزنا مع الشيطان. ياخد فلوس ربنا يروح يصرفها على الباطل، ياخد وقت ربنا يصرفه في الهلس. وده اللي بيتكلم عنه الشيخ عادل، انه اين الاتقياء في هذا الزمان؟ ربنا يرحمنا. الاتكال على الجمال اللي ادهونا ربنا نبعد عنه، حاجه في منتهى العجب مكتوبه صراحه هنا اهو. في ارميا 2:25 ده اخر شاهد معنا، ناخد الحته دي. ارميا 2:25 احنا هنحاول نختصر عشان دلوقتي داخله الوقت على 9 يمكن او حاجه. ارميا 2:25: يا اتان الفرى، بالظبط نفس الوصف السابق، قد تعودت البريه في شهوه نفسها تستنشق الريح عند ضبعها من يردها. مش عايزه ترتد، أزيد يعني ترجع لربنا، انما مرتده بعيده عن الله. احفظ رجلك من الحفا، لأن الحافة بيتعب الرجلين، بتتورم الرجلين. وحلقك من الظمأ، قلت لا بطل مش عايز،
عايز اعيش حافي ان انا جميل قوي، وخساره الجمال ده يضيع بغير ما ازني فيه. دي عدد 13. ناخد كمان عدد 15. دلوقتي في ارميه ايه؟ ارميه 3. عدد 13. عدد 15 متأسف. 15 بيقول ايه هناك؟ وأعطيكم رعاة حسب قلب. ده بيتكلم عن ايه؟ عن لما يرجعوا من الغي بتاعهم ويجمعهم واحد من المدينة واثنين من العشيرة، وآتي بكم إلى صهيون وأعطيكم رعاة حسب قلبي. وأعظم خير ربنا يديه للإنسان اللي هو ده ربنا اللوود، الرب راعي فلا أزني شيء. يا سلام، ويبتهج بهذا المزمور. القدرات الرهيبة اللي ربنا اداها داود لخلاص إسرائيل وقت جليات، ولكل العز اللي عاشه داود، ان هو كان الرب راعي. طب واحنا؟ احنا الرب راعينا رسمي. رسمي مش بنقول له بابا 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 يابا يابا الاب. الاسم ده علمه لنا المسيح. اعطيكم رعاة حسب قلبي. هنا في أعمال 20:28 نختم احنا بدي، اللي هي إرميا 15، إرميا 3:15 بيقول ايه؟ وأعطيكم رعاة حسب قلبي. طبعا طبعا هنجيلها دلوقتي، ما دي ده الشاهد الأخير. فيرعونكم بالمعرفة والفهم. يا هيحصل اخيرا اخيرا. فين بقى دي؟ زي ما قال لنا الشيخ دلوقتي في اعمال 20:28، في اعمال الرسل 20:28 هنكتفي بيها النهارده. ارحمنا ربنا يا شيخنا البركه. أعمال 20:8 حتة عدد. ايوه اهي. احترزوا اذن، كان بيكلم خصوص كنيسه افسس. احترزوا اذن، اعمال 20:28، لانفسكم. خد بالك على نفسك ولجميع الرعيه التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفه لترعوا كنيسه الله التي اقتناها بدمه. ليه يا بولس؟ لأن يعلم هذا بلوى بلوى، أنه بعد ذهابي، لما يسافر بولس السماء، سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. بس بولس يسافر، لأن بولس كان أسد صراحة، كان يعني يدافع عن إنجيل المسيح ويثبته، ملوش غير الإنجيل. ومنكم أنتم سيقوم، دمين دولة قسوس وشيوخ كنيسة أفسس، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، اللي هو إيه؟ حركة التقليد. أبطلوا
وصية الله بسبب تقليدهم، والتقليد حسب الزمن. وقتها كان الرسول الكاثوليك الاثنين كانوا باطلين، دلوقتي الانجليين برضو باطلين، لان لازم الانسان يدخل مخه في عمل الله. الانسان لازم ده كان زنا بالجمال، زنا فعلي، لا ده زنا بقى بالكلام، بايه، بالابتعاد عن الله، لان انا مفكر، انا كبير، انا امشي ورا المسيح كده ليه وانا ما عنديش مخ ولا ايه؟ والزنا الروحي اللي هو قسم الكنيسة إلى شر وشر أعظم، سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون. من كنت يا أباء الآباء؟ أباء الآباء دول وقت بولس، اللي هم أباء كنيسة أفسس، أكتر كنيسة بولس علمها الأسرار الإلهية، سر ان الله للامم وخلاص الامم ايضا. كنيسة أفسس مليانه اسرار، ده لهم بولس الرسول، فطلعوا بقى حذفوه والفوا كلام تاني من عندهم. لذلك اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليله ونهار لم افتر عن ان انذر بالدموع كل واحد. خلصت المده بتاعته، خلاص مسافر، فعارف ان اورشليم اخر محطه لي. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته. لسه امبارح شايف أنا قسيس لابس مش عارف إيه بيتريق على النعمة، مفيش حاجة اسمها نعمة، صبتك سودة يا أخي. بولس بيكلمك كلمة نعمته، يعلم يقول إلا بنجاة حتى الدم مش هندخل السماء. إيه دخل ده بدخول السماء؟ ودخول السماء بالأعمال؟ دخول السماء موت نفسي، زي اللي جه يقول له بس افعل لارس حياتي الابديه، قال له يعني ايه؟ ادي ربنا قلبك واعرف المسيح، خلص بالنعمه انتم مخلصون. انا ما شفتش ولا واحد وعظ على الوعظه دي خالص، الطوائف الكبيره دي اللي بتغير الدين دي. ذلك ليس منكم هو عطيه الله. ربنا يرحمنا ويعطينا اننا ندرس ثم ندرس ثم ندرس ثم ندرس كلمه الله، هنفهم، غير كده هنبقى طيشه في كره في رجل اي واحد، والشعب اللي احنا بنعلمه هيبقى كره في رجلينا كمان. نشوط الكره يصدقوا، نشوط الكره يصدقوا، في الاخر التيم كله محزون ومهزوم ان كان لا يبشر بكلمه الله. مفيش كلمه نحملها في فمنا او في قلبنا الا كلام الله، غير كده مفيش اي كلام ليه فايده ولا ليه معنى. ولنا كل المجد الابد، امين امين امين. طولنا عليكم، تفضل حبيبي. هللويا. مشغول بأي ترنيمة نختم بها الاجتماع؟